بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. النهاردة إن شاء الله نكمل اللي بدأناه المحاضرة اللي فاتت. بدأنا المرة اللي فاتت في الموضوع الأول، هو مفاهيم في إدارة الإنتاج والعمليات. أول حاجة قلناها المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات. قلنا إن إدارة الإنتاج والعمليات علشان تاخد الشكل الحالي ليها سواء العلمي أو التطبيقي مرت بسبع مراحل. أول مرحلة من هذه المراحل كانت مرحلة الإنتاج المنزلي ونشوء المنتهلك. آخر مرحلة، ودي اللي تهمنا، كانت مرحلة ثورة الخدمات وإدارة العمليات. في مرحلة ثورة الخدمات وإدارة العمليات وصلنا إلى إنه سواء كان إدارة الإنتاج أو إدارة الإنتاج والعمليات أو إدارة العمليات فقط، كل هذه المصطلحات تعني الإدارة وحل المشاكل في المنظمات، سواء كانت المنظمات دي بتقدم سلع أو بتقدم خدمات، يعني سواء كانت المنظمات دي صناعية أو خدمية. ودي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية اتكلمنا فيها عن مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات. اتكلمنا فيها عن حاجتين، مفهوم الإنتاج، وبعد كده اتكلمنا عن مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات. لما اتكلمنا عن مفهوم الإنتاج، قلنا مفهوم الإنتاج من وجهة النظر الاقتصادية، وبعد كده قلنا مفهوم الإنتاج من وجهة النظر الإدارية. اتكلمنا عن مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات، وعرفنا من خلاله أن مدير الإنتاج والعمليات يقوم بثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي التخطيط، عرفنا من خلالها إيه المهام اللي بيقوم بيها في التخطيط والتنظيم، إيه المهام اللي بيقوم بيها في التنظيم، هو يعمل هيكل تنظيمي لنظام الإنتاج. الحاجة الثالثة هي الرقابة، وقلناها بالتفصيل بدل اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. المرة دي إن شاء الله نكمل اللي بدأناه، وهو مفهوم النظام الإنتاجي. بداية هناخد مفهوم النظام بشكل عام. النظام بشكل عام يعني إيه؟ الحقيقة النظام هو تجميع الأشياء أو الأجزاء بحيث تكون كلا واحدا. يعني إيه تجميع الأشياء أو الأجزاء بحيث تكون كلا واحدا؟ ناخد مثال. لو جينا نشوف أحد الأنظمة اللي كلنا نعرفها وهي السيارة، يبقى احنا نتعامل مع السيارة على إنها نظام. الحقيقة نلاقي النظام ده يتكون من مجموعة من الأجزاء. طب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه هي الاجزاء اللي كلنا عارفينها. كوتش، الابواب الخاصة بالسيارة، كراسي، اجهزة التحكم احنا عارفينها من دركسيون وفتيس وخلافه، والموتور
وطبعا في أجزاء تانية كتير. يبقى أنا جمعت مجموعة من الأجزاء أهي، أصبحت كل واحد وهي السيارة. يبقى ده مفهوم النظام. يبقى النظام تجميع الأشياء أو الأجزاء بحيث تكون كلا واحدة. هل في علاقات متداخلة بين العناصر أو الأجزاء المكونة للنظام؟ طب تعالوا نشوفها في السيارة كده عشان نبقى فاهمين يعني إيه نظام. لو جيت أشوف هلاقي إن أجهزة التحكم دي في علاقة متداخلة ما بينها وما بين الكراسي. ده أنا ممكن أحرك الكرسي للأمام للخلف، ممكن أتحكم في ارتفاعه من خلال أجهزة التحكم أو الأزرار اللي موجودة عند السواق. أنا ممكن أتحكم في الأبواب، ممكن أفتح الأبواب، أقفل الأبواب، ممكن أفتح إزازها، أقفل إزازها إلى آخره. ده مش بس كده، أنا بتحكم كمان في اتجاه العجلات وأنا سايق، والأكتر من كده إن أنا بتحكم في سرعة الموتور، عدد لفاته إلى آخره. يبقى هناك تداخل ما بين أجزاء النظام اللي كونت كل واحد، وهو النظام وهو السيارة، زي ما شفنا جهاز التحكم في تداخل بينه وبين الأجزاء الأخرى. ممكن نلاقي الموتور ده في جزء داخلي هو نظام التبريد. في عبارة النظام ده عبارة عن جزئين، تبريد بالمياه في تبريد بالهواء. في علاقة متداخلة ما بين الموتور ونظام التبريد. الموتور لما بيوصل لدرجة حرارة معينة نظام التبريد بيعلي أداؤه شوية عشان يرجع الموتور لدرجة الحرارة الطبيعية إلى آخره. عناصر أو أجزاء النظام بترتبط ببعضها البعض بعلاقات منطقية تكفل تحقيق التوازن فيما بينها بالشكل الذي يحقق أهداف النظام ومش أهداف كل جزء لوحده. بمعنى إن الكاوتش والأبواب والكراسي وأجهزة التحكم والموتور ونظام التبريد وغيرها من الأجزاء كلها فيما بينها علاقة تكامل. العلاقة دي بيتم من خلالها تحقيق هدف النظام، هو تحقيق الرفاهية للراكب أو تحقيق الرفاهية للمستخدم، وبالتالي نقله من مكان إلى مكان آخر. ممتاز. طيب ممكن ناخد نظام آخر ونشوف إزاي بيحصل تكامل بينه وبين بيحصل تكامل بين أجزاءه علشان نحقق هدف معين. لو جينا نشوف المنظمة كنظام، هل المنظمة بتتكون من مجموعة من الأجزاء؟ ناخد جزء منها وهو العمالة. لو جيت أشوف شركة زي شركة سامسونج ألاقي شغال فيها 200,000 موظف تقريبا. كل موظف من هؤلاء الموظفين ليه هدف. الموظف الأول ليه هدف، الموظف الثاني ليه هدف، الموظف الثالث ليه هدف، وهكذا بالنسبة ل200,000 موظف. طيب لو كل موظف من الموظفين دول حاول يحقق هدفه وبعد تماما عن هدف المنظمة، فكده ده نظام غير ناجح، لأن المفروض يحصل تكامل ما بين أجزاء النظام زي الموظفين دول علشان كلهم يتجهوا في اتجاه واحد لتحقيق أهداف المنظمة. ممكن يكون هدف النظام هو تحقيق رضا العملاء مثلا، يبقى كل الموظفين دولت هيسعوا لتحقيق هدف النظام. أكبر مثال ممكن نضربه علشان نفهم إزاي أجزاء النظام تسعى إلى تحقيق هدف النظام هو الضوء العادي والليزر. هي الضوء العادي ده نظام ممكن تكون أجزاؤه لا تسعى إلى تحقيق هدف معين، الليزر ممكن تكون أجزاؤه تسعى إلى تحقيق هدف معين. أدي لمبة عادية. لو جينا نشوف هنلاقي أشعة الضوء، نفترض إن أشعة الضوء دي أجزاء النظام، كل شعاع من أشعة الضوء دي رايح في ناحية، زي الضوء اللي احنا بنستخدمه في الإضاءة في الأماكن اللي احنا متواجدين فيها. طيب الليزر، الليزر فكرته إن هو ممكن يكون مصدره إضاءة عادية، كل شعاع ضوء بيحاول يحقق هدف معين أو بيروح في ناحية معينة. ده تيوب عاكس زي المراية بالظبط، شعاع الضوء لما بيطلع هنا بينعكس إلى أن يسير في اتجاه واحد،
شعاع ضوء تاني ينعكس أكتر من مرة إلى أن يسير في اتجاه واحد، يبقى أنا قدرت أوصل إلى أن أشعة الضوء كلها طالعة في اتجاه واحد ونحو تحقيق هدف واحد، كلها ماشية في اتجاه واحد. علشان كده أقدر أستخدم الليزر في تطبيقات كتير كتير جدا، سواء كانت عسكرية أو صناعية أو كانت طبية إلى آخره. يبقى أنا قدرت إن أنا أوحد جميع أجزاء النظام إن هما يحققوا هدف واحد، ودي النقطة التانية. وبالنسبة للمنظمة، كنظام يجب أن يسعى أو تسعى جميع الأجزاء إلى تحقيق هدف واحد من خلال التكامل والعلاقات اللي بينها، أو العلاقات المنطقية اللي بينها. وده بالنسبة للنقطة دي، ترتبط عناصر أو أجزاء النظام ببعضها البعض بعلاقات منطقية تكفل تحقيق التوازن فيما بينها بالشكل الذي يحقق أهداف النظام ككل، وليست الأهداف الخاصة لكل جزء على حدة. علشان يحصل الترابط والتنسيق والتكامل، المفروض يكون في نظام للاتصال أو نظم الاتصال وتدفق المعلومات. طب تعالوا نشوف الكلام ده بيحصل ازاي في النظام الأول، وهو نظام العربية أو السيارة، والنظام الثاني وهو نظام المنظمة. الحقيقة علشان نظام التبريد كجزء من نظام أكبر، وهو نظام السيارة زي ما هنشوف بعد شوية، يشتغل لازم الموتور يتدفق معلومات منه إلى نظام التبريد، إن درجة الحرارة ارتفعت عن درجة الحرارة الطبيعية. نظام التبريد بيعمل إلى أن يخفض درجة الحرارة إلى أن تصل إلى درجة الحرارة الطبيعية. يبقى في معلومات انتقلت من الموتور لنظام التبريد، وبعد كده في معلومات انتقلت علشان يشتغل، ومعلومات تانية انتقلت علشان نظام التبريد يرجع إلى وضعه العادي لأن العربية وصلت لدرجة الحرارة الطبيعية. طب في المنظمة ممكن يكون عندنا جزئين مهمين جدا. ايه الجزئين المهمين؟ ممكن يكون عندنا إدارة الإنتاج، ده جزء، وإدارة التسويق، ده جزء آخر. لازم يكون في اتصال ما بين إدارة الإنتاج وإدارة التسويق علشان أقدر أحقق هدف المنظمة. فاكرين لما كنا بنقول من شوية هدف المنظمة هو تحقيق رضا العملاء؟ إدارة التسويق بتقدر تعرف إيه هي حاجات ورغبات العملاء. المفروض إن هي تنقل المعلومات دي لإدارة الإنتاج عشان تنتج منتج يشبع هذه الحاجات. من خلال انتقال المعلومات أو التنسيق أو نظام الاتصال ما بين إدارة التسويق وإدارة الإنتاج، ممكن أجزاء النظام كلها تعمل على تحقيق هدف النظام نفسه، والنظام هنا المنظمة، يبقى أنا هسعى إلى تحقيق هدف المنظمة. الحقيقة لفظ النظام مسألة نسبية، كل نظام جزء أو فرع من نظام أكبر. طيب ناخد المثال الأول اللي احنا قلناه هو السيارة. قلنا إن في نظام تبريد، نظام التبريد ده جزء من نظام الموتور، نظام الموتور جزء من السيارة كنظام ككل، وهكذا. طيب في المنظمة هنلاقي إن مراقبة الجودة وجدولية الإنتاج اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت نظم فرعية من نظام الإنتاج، ونظام الإنتاج جزء أو نظام فرعي من نظام أكبر وهو المشروع أو المنظمة. حتى المشروع أو المنظمة ده نظام فرعي من نظام أكبر وهو الصناعة. حتى الصناعة نفسها جزء من نظام أكبر وهو النظام الصناعي في الدولة ككل. يبقى كل نظام جزء من نظام أكبر. الكلام ده الحقيقة بيعرف بتدرج النظم وتداخلها. كل نظام ممكن يكون نظام فرعي من نظام أكبر منه، والنظام الأكبر منه نظام فرعي من نظام أكبر منه، وهكذا. الحقيقة النظم بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو نظام مغلق. النظام المغلق بيحتوي على مجموعة من الخصائص أو على خصائص تحقق هدفه دون تفاعل أو استجابة لمتطلبات البيئة المحيطة. طب النظام المفتوح؟ لا، النظام المفتوح بيؤثر فيه ويتأثر بالبيئة المحيطة لأنه بيحصل منها على عناصر المدخلات، وبيقوم بتصريف المخرجات اللي بتنتج عنه إليها. طيب ناخد مثال على النظامين. يبقى احنا شفنا إن النظام المغلق لا يؤثر ولا يتأثر بالبيئة الخارجية، أما النظام المفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة الخارجية. ممتاز، ناخد مثال على النظامين. لو جينا نتكلم عن النظام المغلق زي ما قلنا من شوية، ده لا يؤثر ولا يتأثر بالبيئة المحيطة.
الحقيقة علشان نشوف نظام لا يؤثر ولا يتأثر بشكل تام، ده مش موجود في الطبيعة. طيب احنا بنطلق على الأنظمة التي لا تؤثر ولا تتأثر إلا بشكل محدود، يبقى التأثير والتأثر بالبيئة المحيطة بيكون بشكل محدود. بنعتبر النظام في الحالة دي نظام مغلق. طب تعالوا ناخد مثالين. مثال كلنا عارفينه ومثال آخر موجود في المنظمة. المثال اللي كلنا عارفينه، أنا لو جبت حافظة حرارية كده وحطيت بداخلها أشياء باردة، الحافظة الحرارية هتعزل الأشياء الباردة داخلها، والحرارة مش هتنتقل للبيئة الخارجية ومش هتنتقل من البيئة الخارجية ليها. وإذا انتقلت، وده طبيعي إنه بعد يوم أو يومين درجة الحرارة هتبدأ تتغير، هيكون التأثير والتأثر بشكل محدود. يبقى التأثير والتأثر هنا هيكون بشكل محدود، عشان كده بعتبر ده مثال على نظام مغلق. هو يتأثر ويؤثر ولكن بشكل محدود. طيب لو جينا نشوف نظام مغلق داخل المنظمة، ممكن نلاقي إدارة مهمة جدا في المنظمة وكلنا عارفينها، اسمها إدارة البحوث والتطوير. لو رحنا شركة زي شركة سامسونج وجينا نشوف إدارة البحوث والتطوير فيها، إدارة البحوث والتطوير هنلاقي علاقتها بباقي الأقسام علاقة محدودة جدا، لا بتاخد معلومات من الأقسام الأخرى، وإذا أخدتها تاخدها بشكل غير مباشر، لأن لو أخدتها بشكل مباشر أنا لو أحد أخد مني معلومات هقدر أوصل بشكل أو بآخر إلى القرارات أو الأبحاث اللي بيقوم بيها، وما بتديش أي معلومات إلى الأقسام الأخرى، منعزلة بشكل كبير عن المنظمة، وبالتالي بنعتبرها نظام مغلق داخل المنظمة. يبقى لا بتدي معلومات ولا بتاخد معلومات، وبالتالي نعتبرها لا تتأثر ولا تؤثر إلا بشكل محدود. يبقى قلنا النظام المغلق لا يؤثر لا يتأثر بالبيئة المحيطة، وعشان ألاقي نظام مغلق بشكل تام في الطبيعة ده مش موجود، فأنا بقول على الأنظمة التي لا تؤثر ولا تتأثر إلا بشكل محدود بقول عليها أنظمة مغلقة. أخدنا مثال عليها، الحاوية دي أو الحافظ الحراري، وأخدنا مثال عليها داخل المنظمة وهو إدارة البحوث والتطوير. يبقى اتكلمنا عن مفهوم النظام بشكل عام، تجميع لمجموعة من الأجزاء بحيث تكون كل واحد في علاقات متداخلة. قلنا لازم يكون في تنسيق وتنظيم وتكامل وترابط ما بين هذه الأجزاء عشان أقدر أحقق أهداف النظام. قلنا إن كل نظام جزء أو فرع من نظام أكبر، وده يعرف بتدرج النظم وتداخلها. قلنا إن إحنا عندنا نوعين من الأنظمة، نظام مغلق ونظام إيه كمان؟ نظام مفتوح. ناخد مثال على النظام المفتوح. لو جينا نشوف النظام المفتوح هنلاقيه يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة. ممتاز، يبقى النظام المفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة. زي ايه؟ زي نظام الإنتاج. احنا ندرس نظام الإنتاج حالا. نظام الإنتاج الحقيقة بيحصل على المدخلات من البيئة الخارجية. هنا علشان أنتج عربية، ما أنا محتاج كاوتش ومحتاج حديد علشان أعمل الجسم الخاص بالعربية، محتاج قماش أو جلد علشان أعمل كراسي العربية، محتاج مدخلات كتير، مواد خام وآلات وخلافه. طب أنا بحصل عليها منين؟ ما أنا بحصل على هذه المدخلات من البيئة الخارجية. طب في النهاية أنا عندي مخرجات، والمخرجات دي عبارة عن المنتج جوه العربية. طب أنا ببيع العربية فين؟ ما أنا ببيعها للبيئة المحيطة، للأفراد الموجودين في البيئة المحيطة. يبقى نظام الإنتاج هو نظام مفتوح، لأنه بيحصل من البيئة الخارجية على المدخلات ويقوم بتصريف مخرجاته المختلفة زي ما هنشوف بالتفصيل بعد شوية في هذه البيئة.
يبقى حاجة كده احنا درسنا مفهوم النظام بشكل عام، عرفنا يعني ايه نظام مغلق، عرفنا يعني ايه نظام مفتوح. دلوقتي هنشوف مكونات عناصر النظام الإنتاجي وبعد كده نعرفه أو نشوف مفهوم النظام الإنتاجي. الحقيقة مكونات أو عناصر النظام الإنتاجي، أول مكون منها هو المدخلات. أنا علشان أقدر أنتج محتاج مدخلات زي العمالة، محتاج ناس تشتغل عندي في المصنع أو في الشركة أو في المستشفى إلى آخره. محتاج رأس مال. أنا محتاج رأس مال لأكتر من سبب وفي صورتين. محتاج رأس مال علشان العمالة دي محتاجة تاخد أجور، محتاج رأس مال عشان لسه هشتري مواد خام، محتاج رأس مال علشان لسه هشتري طاقة وخلافه. يبقى محتاج عمالة، محتاج رأس مال، محتاج مواد خام. رأس المال ده ممكن ياخد شكلين، الشكل الأول هو التمويل الأموال، الشكل الثاني هو التكوين الرأسمالي في شكل معدات وآلات. محتاج خدمات. خدمات يعني الحقيقة أنا علشان أشغل آلة عشان أحول المواد الخام دي إلى منتج نهائي محتاج طاقة. الطاقة دي ممكن تجيني من الوقود، في بعض الآلات بتشتغل بالبنزين أو السولار، في بعض الآلات التانية بتشتغل بالكهرباء. الحقيقة ممكن أكون في مصنع بيحتاج لتبريد، مصنع حديد وصلب، فأنا عشان أقوم بعملية التبريد بستخدم مياه، أو مصنع زجاج زي ما هنشوف في فيديو بعد شوية بيستخدموا مياه للتبريد أو بيستخدموا مياه في العمليات الإنتاجية. محتاج معلومات. طب المعلومات دي ممكن تكون عبارة عن إيه؟ يبقى مدخلاتي عمالة، رأس مال، مواد خام، خدمات، ومحتاج كمان معلومات. الحقيقة أنا علشان أقدر أنتج منتج أنا محتاج بشكل ضروري معلومات. طب إيه المعلومات اللي ممكن أحتاجها؟ أنا محتاج أعرف إيه هي حاجات ورغبات العملاء. يبقى بشكل مهم وضروري أنا محتاج أعرف إيه هي حاجات ورغبات العملاء علشان أقدر أنتج منتج بالمواصفات أو بالخصائص التي تشبع هذه الحاجات والرغبات. يبقى مدخلاتي في النظام الإنتاجي عمالة، الناس هتشتغل، رأس مال أموال أو معدات وآلات، مواد خام هستخدمها لإنتاج المنتج النهائي، خدمات زي الوقود والكهرباء والمياه، معلومات. طب إيه هو العنصر التاني؟ العنصر التاني من عناصر النظام الإنتاجي هو العمليات. عندنا هنا هو التحول الإنتاجي، عبارة عن مجموعة من الأنشطة عشان أحول المدخلات من خلالها إلى مخرجات. مثلا أنا لو في مصنع بلاستيك، علشان احول البلاستيك الخام اللي بيبقى في شكل باودر كده، عشان احول البلاستيك الخام ده الى منتج شكل كوب بلاستيك، وانا حولت المواد الخام الى منتج، الحقيقة محتاج اقوم بمجموعة من الانشطة. طب ايه الانشطة دي؟ الانشطة دي ممكن تاخد شكل واحد او عدة اشكال مما يلي. ايه الانشطة دي؟ اول حاجة التصنيع. الحاجة التانية هي النقل. أنا علشان أقدر أصنع، ما أنا محتاج أنقل المواد الخام من المخزن إلى مكان وجود الآلات، يبقى هقوم بنشاط تاني اسمه النقل. يبقى أنا هنقل وبعد كده هصنع. أنا حتى لو بنتج منتج من خلال آلتين أو من خلال عمليتين، محتاج أنقله من العملية الأولى إلى العملية التانية. يبقى العمليات عبارة عن مجموعة من الأنشطة. النشاط ده ممكن يكون نشاط تصنيعي أو يكون نشاط نقل. طب إيه هو النشاط الثالث؟ هو التخزين. أنا علشان أصنع اتفقنا إن أنا هنقل المادة الخام من المخزن إلى مكان تواجد الآلات. طب حتى بعد ما أنتج منتج، ما أنا محتاج أخزنه. يبقى الأنشطة اللي ممكن أقوم بيها في عمليات التحول الإنتاجي تصنيع ونقل وتخزين. أنشطة البيع والشراء، هي المواد الخام ما أنا هشتريها، طب المنتج النهائي هبيعه، يبقى أنا ممكن أقوم بأنشطة بيع وشراء في ما يعرف بالخدمات المساعدة. خدمات مساعدة يعني ما هي الخدمات المساعدة؟
هسأل حضراتكم سؤال. احنا اتفقنا من شوية ان انا ممكن يكون موجود عندي مخزن وعندي مكان تواجد الآلات، ممكن يكون المخزن بيبعد مساحة عن مكان تواجد الآلات، ألاقي عندي نظام أو برنامج كمبيوتر بيتابع حجم المواد الخام أو كمية المواد الخام، بتابعها كمية المواد الخام. أول ما تنقص لمستوى معين البرنامج ده بيتم من خلاله نقل المعلومة للمخزن، فنلاقي المخزن نقل مواد أخرى عشان حجم المواد الخام أو كميتها ترجع تزيد تاني. البرنامج ده وعملية تشغيله بنسميه الخدمات المساعدة أو الخدمات المساندة. ممتاز. يبقى عمليات التحول الإنتاجي ممكن تاخد شكل تصنيع أو نقل أو تخزين أو بيع وشراء أو خدمات مساعدة. يبقى المكون أو العنصر الأول من عناصر النظام الإنتاجي هو مدخلات، المكون الثاني هو عمليات تحول إنتاجي، بنجري بعض العمليات على المدخلات. طب المكون الثالث؟ المكون الثالث هو المخرجات. الحقيقة أنا أخدت العمالة ورأس المال والمواد الخام والخدمات إلى آخره علشان أعمل عليها أنشطة وأحولها إلى مخرجات. طب إيه هي المخرجات؟ ممكن تكون سلع. زي إيه؟ زي مصنع أجهزة موبايل مثلا أو أجهزة جوال. ده بياخد عناصر الإنتاج ودي المدخلات، وبعدين يجري عليها عمليات تحويل عشان يوصل في النهاية إلى سلعة ملموسة. الحقيقة ممكن يكون عندي الجهة أو المنظمة مش مصنع، ده ممكن تكون مستشفى. المستشفى عندها مدخلات، عندها عمالة، عندها دكاترة، عندها ممرضات أو بنسميها عناصر الإنتاج، وعندها أجهزة أشعة مقطعية وعندها غرف عمليات وغيره. بتقوم بمجموعة من الأنشطة اسمها عمليات تحويل. أحيانا الدكاترة بيقوموا بعمليات جراحية باستخدام هذه الأجهزة، بيقوموا باستخدام الأجهزة في تشخيص المرضى. كل الحاجات اللي بيقدموها هي خدمات. يبقى المخرجات ممكن تكون سلعة زي السلعة الموجودة في مصنع، ممكن تكون خدمة أو خدمات زي اللي موجودة في مستشفى، زي اللي موجودة في شركات الاتصالات، زي اللي موجودة في مكاتب المحاماة، زي اللي موجودة هنا في الجامعة. حضرتك دلوقتي بتحصل على خدمة في مدخلات معينة استخدمناها وعمليات تحويل عشان تحصل على خدمة معينة وهي خدمة التعليم. يبقى سلع أو خدمات. هو ممكن يكون في مخرجات تانية؟ آه ممكن يكون عندي معلومات. الحقيقة المعلومات اللي ممكن تكون مخرجات ممكن استخدمها بعد كده في حاجة اسمها التغذية العكسية، وهنسيبها دلوقتي هنتكلم في وقتها. المخرجات دي سواء السلع أو الخدمات أو المعلومات بنسميها مخرجات مباشرة. النظام الإنتاجي كان يهدف لتحقيقها. طيب هل هناك مخرجات غير مباشرة؟ طبعا في مخرجات غير مباشرة. زي ايه؟ مخرجات غير مباشرة زي الضرائب وزي الفاقد وزي العادم. طب ايه هي المخرجات دي؟ اول حاجة الضرائب. يبقى النظام الانتاجي بينتج عنه مخرج غير مباشر وهو الضرائب. ليه؟ لان المنظمة حققت ارباح، والارباح دي المفروض يدفع عليها ضرائب بنسبة معينة او زكاة، وده بالنسبة للضرائب. طب الحاجة التانية؟ الحاجة التانية هي الفاقد والعادم، لأن احنا قلنا إن في عندنا مخرجات غير مباشرة زي الضرائب والفاقد والعادم. طيب فاقد يعني ايه وعادم يعني ايه؟ لو جينا نشوف الفاقد في نظام الإنتاج ممكن نلاقيه نوعين. فاقد مسموح به، أنا لو بصنع منتج باستخدام بنزين
حضراتكم تعرفوا يعني البنزين مش بيتطاير؟ ايوه بالظبط زي ما حضرتك بتقول، ان البنزين لو موجود في مكان مكشوف البنزين هيبدأ يتطاير. طب لما يبدأ يتطاير الكمية الخاصة بيه تقل. طب أثناء استخدامه في العملية الإنتاجية أنا بكشفه لفترة زمنية معينة، فهيحصل تطاير للبنزين، هيكون عندي فاقد. لو أنا عندي 10 لتر ممكن أفقد منهم 250 ملي أو ربع لتر. ممتاز، ده بسميه فاقد مسموح به. عندي فاقد غير مسموح به، فاقد غير مسموح به برضه هنفترض ان انا عندي بنزين، لو الحاوية بتاعت البنزين فيها ثقب صغير هيحصل تسريب، فده هيؤدي الى وجود فاقد. لو عندي 10 لتر ممكن افقد منهم 2 لتر نتيجة الفاقد ده، وده بيكون نتيجة تقصير أو نتيجة عيب في العمليات الإنتاجية أو عيب في الحاوية اللي فيها البنزين زي ما شفنا إلى آخره. يبقى في عندي مخرجات مباشرة ومخرجات غير مباشرة. مخرجات غير مباشرة زي الضرائب وزي الفاقد. طب عادم يعني إيه؟ العادم ده إما بيكون عادم جيد أو عادم غير جيد. جيد يعني انا هستخدمه او هستفيد منه، طب غير جيد يبقى بيضرني او بيؤدي الى اثار سلبية. العادم الجيد ده يمكن بيعه والحصول على الاموال، او يمكن اعادة تصنيعه. زي ايه؟ زي نشارة الخشب. لو عندي مصنع بينتج كراسي، أثناء قص الخشب الحقيقة بيكون في عندي عادم، والعادم ده عبارة عن نشارة باودر كده ناشئ عن قطع الخشب زي برادة الحديد. أنا لو في مصنع وبستخدم حديد بقطع الحديد هينشأ عندي باودر حديد بنسميه برادة حديد. سواء كان نشارة خشب أو برادة حديد، أنا ممكن في الحالة دي أعيد تصنيع برادة الحديد وأحصل على حديد، أو أبيع نشارة الخشب أو أبيع برادة الحديد وأحصل على الأموال. طب غير جيد زي الأدخنة مثلا. الحقيقة أنا ممكن ينتج عن العمليات الصناعية بتاعتي دخان، الدخان ده ممكن يكون ضار، يبقى دي منتجات غير مباشرة للنظام. طيب نرجع تاني بقى للمعلومات. هنا المخرجات مباشرة زي سلع وخدمات ومعلومات، مخرجات غير مباشرة زي الضرائب والفاقد والعدم. المعلومات بعد عملية الإنتاج، لو أنا بنتج زي ما قلنا من شوية أكياس ممكن تنشأ عندي معلومة أن هذه الأكياس لا تتمتع بالمتانة. المفروض الكيس يشتال 5 كيلو جرام، مجرد وضع 1 كيلو بس الكيس بيتفتح من تحت هنا ويوقع اللي فيه، يبقى الأكياس دي لا تتمتع بالمتانة وغير مطابقة للمواصفات. جميل، يبقى نشأت عندي معلومة. الحقيقة المعلومة دي بسميها معلومات مرتدة. ليه؟ لأن المعلومات دي بترجع مرة أخرى إلى المدخلات وإلى عمليات التحول علشان يتم تعديل المدخلات أو عمليات التحول حتى يصبح المنتج مطابق للمواصفات. إزاي؟ نفترض إنه العيب ده ناشئ عن مشكلة في التصنيع، أثناء ضبط الآلة ملحمتش الأكياس كويس فما بتستحملش ال5 كيلو. يبقى أنا هدي المعلومة لعمليات التحول الإنتاجي، سيتم إعادة ضبط الآلات بشكل جيد أثناء التصنيع وكده المشكلة تتحل. طيب ممكن تكون المشكلة دي نابعة من إنه المواد المستخدمة في تصنيع الأكياس بعد التصنيع الأكياس ما بتبقاش متينة زي ما شفنا، فأنا محتاج أستخدم مادة خام أخرى. يبقى أنا استخدمت المعلومة دي ورجعت مرة أخرى وتم استخدامها في تغيير المواد الخام، استخدمت مادة خام أخرى لتصنيع الأكياس البلاستيك. يبقى ده بالنسبة لمكونات عناصر النظام الإنتاجي: مدخلات، عمليات تحول إنتاجي، مخرجات، وعندي حاجة اسمها معلومات مرتدة، حيث أنه من ضمن مخرجات النظام معلومات يتم استخدامها في تعديل المدخلات مرة أخرى حتى نحصل على منتج مطابق للمواصفات، أو في تحسين المنتج،
أو يتم استخدامها في عمليات التحول الإنتاجي من أجل الحصول على منتج مطابق للمواصفات. طيب نشوف كده باختصار إحنا اتكلمنا عن إيه في النظام الإنتاجي ومفهومه إيه. اتكلمنا عن النظام الإنتاجي أنه نظام يهدف إلى إنتاج منتج معين من خلال مدخلات عملية تحول إنتاجي للحصول على مخرجات. زي ما احنا شايفين ده فيديو هيوضح هذا النظام. الفيديو ده بيتكلم عن نظام إنتاجي مخرجاته هي الزجاج الملون. دلوقتي بيتكلم عن مدخلات النظام. مدخلات النظام زي ما احنا شايفين ده بيسموه الرمل الأبيض أو سيليكا ساند، بيكربونات صوديوم، حجر جيري، أكتر من مكون. بيتكلم دلوقتي عن مواد خام، يبقى دي المدخلات بتاعته. من ضمن المواد الخام هو بيوضح دلوقتي بيقول إن احنا بننتج ألوان من الزجاج، عشان كده بنستخدم مادة خام أخرى وهي ألوان صناعية. يبقى مازلنا بنتكلم في النظام الإنتاجي اللي احنا بنعرضه مع بعض عن مدخلات النظام. زي ما احنا شايفين دلوقتي ده جزء من مدخلات النظام، عندي آلات، عندي معدات، وفي نفس الوقت في عمليات تحول إنتاجي. هو دلوقتي بيعمل عملية تقليب أو مزج للون مع المواد الخام والمواد الخام مع بعضها البعض، ده جزء من عملية التحول. اتكلمنا في عملية التحول إنه ممكن يكون عندي من ضمن الأنشطة التي تمثل عملية التحول النقل، واحنا شفناها دلوقتي بينقل المادة الخام بعد مزجها من مكان إلى مكان، ده عملية نقل تانية أخرى أو مناولة. بيضع المادة الخام داخل مكان لتصنيعها زي ما احنا شايفين فرن. الفرن ده طبعا من المدخلات، ده يعتبر من تكوين الرأسمالي. دلوقتي بيقوم بعمليات صناعية زي ما شفنا، دي عملية نقل أخرى. المادة الخام أصبحت سائل، بيضعها في جزء من المدخلات وهو آلة معينة. زي ما شفنا من ضمن المدخلات مية، اتكلمنا عن المية والكهرباء والوقود. الفرن ده طبعا ممكن يكون شغال بالوقود أو بالكهرباء، غالبا شغال بالوقود. دي آلة من ضمن المدخلات، طبعا الآلة دي بتقوم بعملية تصنيع لأنها تفرد المادة الخام دي بعد تقليبها إلى ألواح زجاج زي ما حضراتكم هتشوفوا. دي ألواح زجاج بس لسه درجة حرارتها مرتفعة. دي الآلة اللي بتصنع ألواح الزجاج. كل اللي احنا بنشوفه دي عمليات تحول، سواء تصنيع سواء نقل. هنا بدأنا للمكون في المكون الثالث وهو المخرج. زي ما انتم شايفين له زجاج ملون، يبقى عندي المخرج هنا أو أول حاجة من المخرجات هي سلعة. الألواح دي هيتم تقطيعها. زي ما شفنا في جزء خارج من التقطيع، ده يعتبر عادم. زي ما شفنا من شوية لما كان بينقل المادة المنصهرة كان بيوقع أجزاء على الأرض، دي تعتبر فاقد، دي من المخرجات طبعا. يبقى شفنا المخرجات هنا، شفنا سلعة زجاج زي ما حضراتكم شايفين، ده عادم جيد أو نافع، يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى، إعادة تصنيعه مرة أخرى.
في نظام الإنتاج اللي حضراتكم شفتوه، شفنا مدخلات، شفنا مخرجات، وشفنا مدخلات، ودي المكون الأساسي. مدخلات كانت آلات، كانت عمالة، كانت مواد خام. شفنا عمليات، عمليات دي كانت تصنيع، كانت نقل. شفنا مخرجات، المخرجات دي زي ما حضرتك لسه شايفها كانت زجاج، يعني سلعة. كانت عندي مخرجات أخرى غير مباشرة. المخرجات غير المباشرة شفنا عادم. العادم ده كان بينقسم إلى نوعين، جزء جيد أو نافع زي أجزاء الزجاج، وجزء ضار. طبعا الفرن اللي حضرتك شفته بيطلع أدخنة ضارة بالبيئة، ممكن تحصل مشكلة في الزجاج، ينتج عندي معلومات إن الزجاج هش يمكن تكسيره بسهولة. المعلومات دي هتكون تغذية مرتدة، ممكن يكون في مشكلة في عملية التصنيع أو عملية النقل، أو ممكن تكون في مشكلة في المادة الخام نفسها أو المشكلة نفسها في الآلة يتم إصلاحها. يبقى كده عند المكونات مدخلات، عمليات تصنيع، مخرجات، تغذية مرتدة، وده شفناه في الطبيعة من خلال الفيديو اللي كنا بنشوفه من شوية. طيب ايه هو مفهوم النظام الانتاجي بعد ما شفنا نظام يعني ايه؟ بعد ما شفنا مكونات النظام الانتاجي يعني مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية مرتدة، عبارة عن مجموعة من الأجزاء أو الأنشطة المتداخلة، زي ما شفنا آلات وأنشطة الناس بتقوم بيها، بتضع المادة الخام في الفرن وبعد كده بيتم نقلها، بيتم عملية تبريد للجزء أو للأداة اللي بيتم، مجموعة من الأنشطة المتداخلة. يبقى هو مجموعة من الأجزاء أو الأنشطة المتداخلة ترتبط ببعضها البعض بعلاقات منطقية، زي ما شفنا من شوية الأجزاء مرتبطة ببعضها البعض. العمالة بتتعامل مع الفرن بشكل معين، مع آلة تقليب المواد الخام، كل ده لتحقيق التوازن والتكامل والتناسق فيما بينها عشان تؤدي مهمتها الأساسية، وهي تحويل المدخلات زي ما شفنا، مش عارف، رمل وبيكربونات صوديوم وحجر جيري، إلى مجموعة من المخرجات المرغوب فيها، هو الزجاج الملون اللي احنا شفناه. يبقى مفهوم النظام الإنتاجي مجموعة من الأجزاء، أيوه سامعكم بتقولهم، مجموعة من الأجزاء أو أنشطة متداخلة ترتبط ببعضها البعض بعلاقات منطقية تكفل تحقيق التوازن والتكامل والتناسق فيما بينها عشان تؤدي مهمتها الأساسية التي تتمثل في تحويل مجموعة من المدخلات إلى مجموعة من المخرجات المرغوب فيها. الحقيقة النظام الإنتاجي بيبدأ بالمواد الخام والعمالة ورأس المال والمعلومات زي ما شفنا، يتم تحويلها من خلال عمليات التحويل الإنتاجي إلى مجموعة من السلع أو الخدمات والمعلومات. المعلومات زي ما قلنا من شوية بيتم استخدامها كأحد مخرجات النظام الإنتاجي في التأكد من الأداء يتم بمستوى مطلوب. فكنا لما كنا بنقول إنه الأكياس البلاستيك كانت غير متينة، طيب هو هدفنا إن هي كانت تشتال 5 كيلو جرام، ما كانتش بتقدر تشتال غير كيلو واحد بس. ده بيتعرف في النظام بالمعلومات المرتدة أو النظام الفرعي للرقابة، لأن أنا رجعت عدلت مدخلاتي أو ممكن أجري تعديل في عمليات التحول، قلت هعمل إعادة ضبط الآلات لو فاكرين. النظام الإنتاجي نظام مفتوح طبعا زي ما قلنا في البداية، بيتفاعل مع البيئة المحيطة سواء كانت البيئة الداخلية للمشروع، لأن قلنا إدارة الإنتاج بتاخد معلومات وبتبادل معلومات مع إدارة التسويق، وده المقصود بالبيئة الداخلية للمشروع، أو البيئة الخارجية زي العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية والسوقية، وناخد تفسير للكلام ده. إزاي نظام الإنتاج بيتأثر بالعوامل الاقتصادية؟ إزاي بيتأثر بالعوامل السياسية؟ إزاي بيتأثر بالعوامل الاجتماعية؟ نيجي والعوامل الفنية كمان. نيجي على العوامل الاقتصادية. نفترض إنه حصل تضخم. التضخم يعني ارتفاع أسعار، وبالتالي المواد الخام أسعارها ترتفع. في الحالة دي ممكن مدخلات النظام تتغير، أبدأ أستبدل مادة خام بسعر مرتفع، ما استخدمش المادة الخام دي، واستخدم مادة خام أو نوع آخر من المواد الخام تكلفته أو سعرها منخفض.
يبقى كده العوامل الاقتصادية أثرت على النظام الإنتاجي في المدخلات، وده هيأثر على عمليات التحويل. ممكن أغير آلة علشان المدخلات الجديدة أو المواد الخام الجديدة محتاجة آلات جديدة، محتاجة آلة جديدة، وبالتالي ممكن يأثر على المنتج، ممكن يأثر على أدائه وعلى جودته إلى آخره. يبقى شفنا إن العوامل الاقتصادية ممكن تأثر على النظام ككل، سواء المدخلات أو العمليات أو المخرجات. طب عوامل سياسية زي لو قامت حرب مثلا في بلد معين، الحرب دي ممكن تؤدي إلى إنه لو في مواد خام بيتم استيرادها من الخارج مش هقدر أستورد المواد الخام، يبقى المواد الخام مش هقدر أستوردها، أستبدل المواد الخام. ده مش بس كده، ده الآلات نفسها مش هقدر أستوردها، فهبدأ أستبدل الآلات أو أقوم بعمليات التحويل بشكل يدوي، أو أبدأ أتعامل مع الآلات دي بشكل معين، أستبدلها بمعدات معينة إلى آخره. يبقى ممكن العوامل السياسية تؤثر على مدخلات النظام، ممكن تؤثر على عمليات التحول، وبالتالي ممكن تأثر على المخرجات. طيب العوامل الاجتماعية ممكن تأثر إزاي؟ أفترض إن أنا عندي مصنع ملابس. من المعروف إن العمالة اللي بتشتغل في الملابس نساء ولا رجال؟ أيوه، سامعكم بتقولوا إنه معظم الناس اللي بتشتغل في صناعة الملابس بيكونوا من النساء. عندنا في مجتمعنا الشرقي عموما عمل النساء ليلا غير مرغوب، وبالتالي مش هقدر في المصنع ده أعمل 3 ورديات، يعني أشتغل 24 ساعة. يبقى وفقا للعوامل الاجتماعية، في حين إنه لو المصنع ده موجود في أوروبا أو موجود في أمريكا ممكن يشتغل 3 ورديات. طيب هنا هيشتغل بس وردية واحدة. طب هو عايز يوصل بحجم الإنتاج كأنه اشتغل 24 ساعة، ده هيأثر على حجم الآلات، هيحاول يوظف ناس أكتر ويستعين بعدد أكبر من الآلات، وبالتالي ده أثر على المدخلات، بقى عنده عمالة أكتر وعدد آلات أكتر، وهيأثر على عمليات التحويل، وهيأثر أيضا على المخرجات، أو ممكن يأثر على عمليات المخرجات لو ما قدرش يزود حجم الآلات، إن حجم المخرجات بتاعته أو حجم المنتج اللي هيقدر ينتجه أو عدد قطع الملابس اللي هيقدر ينتجها هيقل، وبالتالي العوامل الاجتماعية أثرت. طب العوامل الفنية ممكن تأثر إزاي؟ الحقيقة دايما ممكن نلاقي تغير في العوامل الفنية، إن أنا اخترعت أو نزل آلات جديدة في السوق. لما تنزل آلات جديدة ممكن المنافسين يستخدموها في إنتاج منتج أعلى جودة أو بأقل تكلفة، وفي الآخر موقفه التنافسي هيبقى أقوى مني، فده هيأثر عليا إن أنا لازم أستخدم أو أشتري الآلات الجديدة دي، وبالتالي العوامل الفنية هتأثر على مدخلاتي، عمليات التحول نفسها تتغير لأني عندي آلات جديدة، منتجي جودته هتزيد أو تكلفه هتقل، وبالتالي المخرجات هتتغير. بالإضافة للعوامل السوقية، مع تغير حاجات ورغبات الأفراد ده بيؤدي إلى تغير عمليات الإنتاج نفسها، تغير المدخلات اللازمة لإنتاج المنتج الجديد اللي هيشبه حاجات ورغبات الأفراد، هيأثر بالطبع على مخرجات النظام، وهو المنتج الجديد اللي بالمواصفات الجديدة اللي هيشبه حاجات الأفراد. يبقى في النقطة الثالثة اتكلمنا عن مفهوم نظام الإنتاج، اتكلمنا في الأول عن النظام بشكل عام، وعرفنا ان احنا عندنا انظمة مغلقة وانظمة مفتوحة، وبعدين اتكلمنا عن النظام الانتاجي. دي كانت سلسلة. طيب النقطة الرابعة هي تقسيم النظم الانتاجية. هي النظم الانتاجية يمكن تقسيمها كام تقسيم؟ الحقيقة اكتر من تقسيم. انا علشان اقسم اي شيء بقسمه على أساس معيار أو أساس للتقسيم. أفترض إن إحنا محتاجين نقسم الطلبة اللي بيسمعوا المحاضرة دلوقتي، ممكن أقسمهم حسب معيار السن، والله ناس أقل من 20 وناس أكبر من 20، ناس أقل من 30 وناس أكبر من 30، ممكن حسب النوع إلى طلاب وطالبات. يبقى أي حاجة أنا محتاج أقسمها بقسمها من خلال معيار أو أساس للتقسيم. طب إيه الأساس اللي إحنا هنستخدمه لتقسيم النظم الإنتاجية؟ هنا ناخد أساس واحد وهو أساس التنميط. يعني إيه أساس التنميط؟ وفقا لأساس التنميط بيتم تقسيم
النظم الإنتاجية إلى نظامين: إنتاج نمطي وإنتاج متنوع. يعني إيه إنتاج نمطي ويعني إيه إنتاج متنوع؟ المقصود بالإنتاج النمطي توحيد مواصفات السلعة أو الخدمة طبقا لمجموعة من المعايير. يعني كل السلع بتبقى موحدة، بس ده من خلال مجموعة من المعايير. إيه المعايير؟ المواصفات. ناخد مثال: الحقيقة حضرتك لو رايح تشتري موبايل أو تليفون، هتلاقي أول حاجة حضرتك بتدور عليها هي المواصفات. هو التليفون ده وزنه كام جرام؟ طوله؟ طب عرضه قد ايه بالظبط؟ طيب السمك، ودي حاجة ناس كتير بتدور عليها، هل هو نحيف سميك إلى آخره؟ طيب إن أنا أنتج منتج بنفس المواصفات، كل الوحدات المنتجة بنفس الوزن، نفس الطول، نفس العرض، نفس السمك، يبقى كده أنا وحدت المواصفات. الأداء برضو نفس الحكاية، حضرتك بتشوف الأداء الخاص بالموبايل ده. طيب هو البروسيسور بتاعه كام؟ 1.5 جيجا هرتز مثلا. طيب رباعي النواة ولا ثنائي النواة؟ رباعي ولا ثنائي؟ طيب هي الشاشة بتاعته المفروض إن هي بتعرض كام لون أو كام ميجا بيكسل، الكاميرا بتاعته كام ميجا بيكسل إلى آخره. يبقى بشوف المواصفات وبشوف الأداء. لو المنتج اللي أنا بنتجه أو التليفون اللي أنا بنتجه موحد من ناحية الأداء ومن ناحية المواصفات، يبقى أنا كده بتكلم عن إنتاج نمطي. يبقى أنا وحدت المواصفات والأداء، ده مش بس كده، طريقة الصنع. طيب هل ده بيتصنع آلي ولا بيتصنع يدوي؟ لو بصنع كله آلي وبطريقة موحدة، يبقى كده أنا بتكلم عن الإنتاج النمطي. نوعية الخامات المستخدمة، طب الخامات اللي أنا بستخدمها في إنتاج الموبايل إيه؟ جسم الموبايل بيتم إنتاجه من الألومنيوم ولا من البلاستيك ولا من الصلب مثلا؟ طيب الأجزاء الداخلية للموبايل هل بيتم إنتاجها من نفس المواد؟ يبقى أنا لو وحدت الإنتاج من حيث المواصفات، الأداء، طريقة الصنع، نوعية الخامات اللي أنا بستخدمها في الإنتاج، يبقى أنا بتكلم عن إنتاج نمطي. طب ناخد أمثلة. من أمثلة السلع النمطية أجهزة التلفزيون، بنلاقي شاشات معينة بمواصفات واحدة، أداء واحد، مصنعة بنفس الطريقة، نفس نوعية الخامات المستخدمة في كل الوحدات المعروضة واحدة. يبقى ده بنسميه إنتاج نمطي. زي إطارات السيارات، إطارات السيارات مواصفات واحدة، نفس العرض، نفس قطر الجنط، قطر ارتفاع الكاوتش نفسه، الأداء، بيتحمل ضغط هواء قد إيه، طب قدرة تحمله للحرارة، طريقة الصنع، الخامات المستخدمة عاملة إزاي. يبقى أنا بتكلم عن إنتاج نمطي لسلعة نمطية زي الكاوتش زي ما قلنا، أو إطارات السيارات. طب من أمثلة الخدمات، غسيل السيارات والملابس بالطرق الآلية. حضرتك لو دخلت تغسل سيارتك بطريقة آلية، بتدخل في آلة معينة بتغسلها. لو دخلت سيارة تانية هتتغسل بنفس الطريقة، بنفس الخامات، بنفس المواد، بنفس المواصفات. طيب زي غسيل الملابس أيضا بالطرق الآلية، الملابس كلها بتبقى موجودة كلها في آلة واحدة، يبقى هو بيقدم خدمة واحدة، هو غسيل الملابس بشكل آلي. زي إجراءات الالتحاق بالمدارس، الإجراءات اللي أنا ممكن أعملها لطفل هي نفس الإجراءات للطفل التاني، للطفل التالت، سن واحد، مستندات واحدة بتتقدم إلى آخره. أو بالنسبة للجامعات، أو بالنسبة للبرامج التعليمية المسجلة، المحاضرة اللي أنا بسجلها لحضرتك دلوقتي، كل الطلبة المسجلين في مادة إدارة عمليات هيشوفوها واحدة، وقتها واحد، مواصفاتها واحدة إلى آخره. ده بقى ده بالنسبة للإنتاج النمطي، بوحد مواصفات السلع أو الخدمة طبقا لمجموعة من المعايير. المعايير دي مواصفات، أداء، طريقة صنع، نوعية الخدمات، سواء كنت بقدم سلع أو كنت بقدم خدمات. وشوفنا مثال على السلع ومثال على الخدمات. النوع الثاني من النظم الإنتاجية هو الإنتاج المتنوع. بنتج منتجات أو خدمات بمواصفات محددة تتناسب مع احتياجات فئة معينة من العملاء. يبقى المنتج بتاعي دلوقتي بيتغير ليتناسب مع فئة معينة من العملاء. شكل المنتج هيتغير من فئة لفئة أخرى من العملاء.
طيب ناخد أمثلة من أمثلة السلع النظارات الطبية. الحقيقة أنا لو جالي 10 عملاء، لو أنا بنتج نظارات طبية وجالي 10 عملاء، العميل الأول هيطلب طلب غير العميل التاني غير العميل التالت غير العميل الرابع إلى آخره. الفريم بتاع النظارة هيبقى عامل إزاي؟ هيختلف من عميل إلى آخر. طب العدسة أبعادها هتبقى عاملة إزاي؟ طيب ده مش عارف نظره 5 على 6، التاني نظره 4 على 6 إلى آخره. ده محتاج عدسات ترانزيشن، لونها يسود لما تخرج الشمس، التاني لأ عايز فوتو جري. يبقى طلب كل عميل من هؤلاء العملاء هيختلف عن العميل الآخر، وبالتالي المنتج بتاعه هيختلف من عميل إلى آخر. نفس القصة بالنسبة للملابس المعدة وفقا للطلب. بنروح أتيليه، والأتيليه بيصمم، بيقوم بعملية تصميم ملائمة لينا، وبعد كده بيفصل أو بيقوم بإنتاج الملابس الخاصة بينا. لو دخل 100 عميل، ممكن يكون كل عميل ليه تصميم معين، مقاس معين، خامات معينة، ألوان معينة إلى آخره، وبالتالي الإنتاج هيختلف من فئة إلى أخرى أو من عميل إلى عميل آخر. طب إيه هي أمثلة الخدمات؟ أمثلة الخدمات هي الخدمات الصحية والعلاجية. الحقيقة لو دخل 10 مستشفى، بداية من الأول التاني لحد العاشر، الأول ده ممكن يكون عنده مرض معين، وبالتالي هيحتاج إلى علاج معين أو هيحتاج إلى طريقة معينة في تشخيصه، أشعة معينة وتحليل معين. التاني حتى لو عنده نفس المرض ده هيتعامل بشكل تاني، لأنه طفل، ده كبير في السن، ده طفل، مش عارف سيدة حامل. يبقى كل حد من المرضى اللي هيدخلوا المستشفى هيتعامل بطريقة معينة، هيتقدم له خدمة معينة تتناسب مع هذا الشخص، مع حالته الصحية، مع سنه، مع ظروفه إلى آخره. يبقى أنا هنا بتكلم عن إنتاج متنوع بيختلف من عميل إلى آخر أو من فئة معينة من العملاء إلى فئة أخرى. يبقى إحنا كده قسمنا نظم الإنتاج إلى الإنتاج النمطي، إنتاج بمواصفات واحدة لكل العملاء، كل المنتجات بتبقى بنفس المواصفات، نفس الأداء، نفس المادة الخام، نفس طريقة الصنع. الإنتاج المتنوع ده بيختلف من عميل إلى آخر أو من فئة معينة من العملاء إلى فئة أخرى. يبقى كده أخدنا النهاردة نقطتين، النقطة الأولى كانت مفهوم نظم الإنتاجية، النقطة التانية كانت تقسيم نظم الإنتاج. النقطة التالتة وهي رقم 5 في الموضوع الأول هي تقسيم الصناعات. الحقيقة لو قسمنا الصناعات حسب نوع النشاط الاقتصادي هنقسمها إلى صناعات استخراجية وإلى صناعات تحويلية. طيب صناعات استخراجية يعني الصناعات الاستخراجية بتعمل على استخراج خامات المعادن والمواد الأخرى التي توجد في الطبيعة، سواء كانت على هيئة صلبة زي المعادن نحاس، حديد، ألومنيوم، ذهب، فضة، أو سائلة زي البترول الموجود في الخليج، أو غازية زي الغاز الطبيعي. سواء كانت المناجم دي سطحية، سواء كانت المناجم سطحية أو غير سطحية. المناجم السطحية تبقى موجودة على، يبقى المناجم السطحية تبقى موجودة على سطح الأرض. لو عندي منجم ذهب بلاقيه موجود هنا فوق سطح الأرض، ده المنجم. طيب المناجم غير السطحية بتبقى موجودة تحت سطح الأرض. المنجم بيبقى موجود في مكان تحت سطح الأرض، ممكن يكون موجود هنا ودي الأرض. طبعا دي أنفاق وممرات توصلني للمنجم، كالمحاجر وآبار البترول. الحقيقة الصناعات الاستخراجية بتشمل كل العمليات المتعلقة بمعالجة خامات المعادن أو المواد الخام، زي التكسير، زي الطحن، زي الغسيل، وهنشوف الكلام ده دلوقتي على الطبيعة. اللي احنا شايفينه ده حجر صغير، ده من جبل معين تم تكسيره، يبقى أول حاجة التكسير. فجرته بديناميت أو كسرته بطريقة معينة وصلت للحجر ده. بعد ما بوصل للحجر بقوم بعملية طحن، زي ما انتم شايفين الحجر اتطحن بالشكل ده. بعد عملية الطحن بقوم بعملية تصنيف علشان أطلع الذهب لوحده، يبقى ده في استخراج الذهب. ده حجر متكسر، بعد كده قمنا بعملية طحن، قمنا بعملية تصنيف. وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، إن الصناعات الاستخراجية بتشمل عمليات كتير،
منها تكسير، طحن، غسيل، تنظيف، تصنيف إلى آخره. ده بالنسبة للصناعات الاستخراجية، قلنا إنه تعمل على استخراج خامات سواء كانت معادن أو مواد صلبة، سائلة، غازية. شفنا إنه بيشمل عمليات تكسير، طحن، غسيل، تنظيف، تصنيف إلى آخره. بتشمل أيضا أعمال البحث والتنقيب عن المعادن. عملية البحث عن الجبل اللي احنا شفنا صخرة منه من شوية وهو الموجود فيه الذهب، دي داخلة في الصناعات الاستخراجية. يبقى سواء أنا كنت ببحث أو بنقب، ده ضمن الصناعات الاستخراجية. بس الصناعات الاستخراجية بتبدأ بعملية البحث والتنقيب، وبعد كده بنقوم بعملية زي ما شفنا تكسير وطحن وغسيل إلى آخره عشان أقدر أستخرج إما مواد صلبة زي المعادن أو مواد سائلة زي البترول أو مواد غازية زي الغاز الطبيعي. النوع الثاني هو صناعات التحويل، تتم من خلال التحويل الميكانيكي أو الكيميائي. يعني إيه تحويل ميكانيكي وتحويل كيميائي؟ أنا ممكن يكون عندي لوح حديد طويل كده وكبير، ده يتم إجراء عمليات تحويل ميكانيكي عليه، لأن ممكن أصنع منه البراميل الخاصة بالبترول أهي. يبقى ده اسمه تحويل ميكانيكي. طب ايه التحويل الكيميائي؟ انا بيكون عندي اكتر من مادة زي ما درسنا في الكيمياء، انا بجري عمليات تحويل كيميائي عليهم عشان احصل على مادة جديدة، وده غالبا بيكون في صناعات الادوية. ممكن عشان اصنع دواء معين له تأثير معين، مسكن مثلا، استخدم اكتر من مادة خام واعمل لهم عملية تحويل كيميائي تحت ظروف معينة، رفع درجة حرارة، ضغط الى اخره. يبقى التصنيع أو عملية التحويل إما بتكون ميكانيكي أو بتكون كيميائي لمواد عضوية أو مواد غير عضوية. هنقول الكلام ده علشان نبقى فاهمين الكلام الموجود عندنا في الموضوع. المواد العضوية هي نتيجة من النباتات والحيوانات أو الكائنات الحية. طب غير العضوية، أي مواد مصدرها ليس نباتات أو كائنات حية أو حيوانات. يبقى التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمواد العضوية أو غير العضوية إلى منتجات جديدة. يمكن أن يتم التحويل بالآلات أو يدويا، ممكن يتم في مصنع، ممكن يتم خارج المصنع، ممكن تتباع بالجملة بالتجزئة. أهم حاجة إن هي صناعات تحويلية. ما عندنا نوعين من الصناعات، صناعات استخراجية وصناعات تحويلية. الحقيقة الصناعات التحويلية دي بنرجع نقسمها تاني وفقا لمعيارين. المعيار الأول هو التقسيم الرأسي للصناعة، والمعيار الثاني هو التقسيم الأفقي للصناعة. نيجي على التقسيم الأول للصناعات التحويلية، هو التقسيم الرأسي للصناعة. قبل ما ننتقل، عايز أفكركم بأن احنا قسمنا الصناعات إلى صناعات استخراجية وصناعات تحويلية. الصناعات الاستخراجية دي زي ما شفنا يتم من خلالها استخراج مواد خام. التحويلية بتتم من خلالها تحويل، إما تحويل ميكانيكي أو تحويل كيميائي لمواد عضوية أو غير عضوية. التحويلية دي بقى إحنا بنقسمها وفقا للأساسين. الأساس الأول هو التقسيم الرأسي للصناعة، والأساس التاني هو التقسيم الأفقي للصناعة. نرجع تاني نروح للتقسيم الرأسي. التقسيم الرأسي بنقسم الصناعات التحويلية إلى صناعات ثقيلة أو صناعات أساسية، وإلى صناعات خفيفة أو صناعات استهلاكية. يبقى التقسيم الرأسي قسمناهم لصناعات تقيلة أو أساسية، الناحية التانية صناعات خفيفة أو استهلاكية. الصناعات التقيلة بتضم المصانع اللي بتقوم بإنتاج وسائل الإنتاج، يعني هي مش بتنتج منتج الناس هتستهلكه، لأ، ده هي هتنتج منتج يعتبر وسيلة للإنتاج زي الآلات، زي الأجهزة اللي المصانع لسه هتشتريها عشان تقوم باستخدامها في العملية الإنتاجية. زي المعادن، ممكن أنتج كتل من الصلب علشان مصنع تاني يستخدم كتل الصلب في صناعة هيكل عربية، في صناعة أبواب، في صناعة مسامير، تروس إلى آخره. وزي الفحم والبترول.
منتجات الفئة دي بتصل إلى المعامل والمصانع والمؤسسات الزراعية والإنشائية، لا تصل إلى المستهلك. يبقى الصناعات التقيلة دي هدفها إن هي بتصنع منتجات تعرف بوسائل الإنتاج، بتستخدمها مصانع أو جهات أخرى تقوم بإنتاج منتجات للمستهلك. دي بيتوقف عليها التقدم التكنولوجي في كافة فروع الاقتصاد القومي. من الواضح إن إحنا دايما نتكلم إحنا استوردنا آلات من ألمانيا، استوردنا آلات من أمريكا، استوردنا آلات مش عارف من الصين، من اليابان. يبقى زي ما إحنا شايفين إن الصناعات التقيلة والصناعات الأساسية بتكون في دول متقدمة، الاقتصاد القومي الخاص بيها بيكون اقتصاد قوي، التقدم التكنولوجي الموجود فيها بيكون فيها تقدم تكنولوجي بمستوى مرتفع. زي مصنع الحديد والصلب غير المتكامل، مصنع الحديد والصلب غير المتكامل بينتج كتل من الصلب احنا ما نقدرش نستخدمه، احنا كمستهلكين ما نقدرش نستخدمه. بعد كده بيتم ارسالها الى مصانع تشكيل الصلب. يعني ايه؟ الصناعات الاساسية صناعة اساسية زي مصانع الحديد والصلب اللي بتنتج كتل صلب، ممكن تكون كتلة الصلب دي. طب المستهلك النهائي يستخدمها ازاي؟ بياخدها مصنع تشكيل صلب، ممكن يعملها على هيئة مسامير أو تروس، أو منتجات كتير نقدر إحنا نستخدمها، أو زي حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ده عبارة عن حمض بيستخدم في مصانع أو في صنع منتجات كتيرة جدا، زي المطاط وزي الكاوتش، زي الأدوية، زي صناعة الألومنيوم، زي صناعة النحاس. يبقى المصنع اللي بينتج حمض الكبريتيك ده بينتجه علشان مصانع أو جهات أخرى تستخدمه في العملية الإنتاجية. يبقى وفقا للتقسيم الرأسي للصناعات التحويلية قسمناها لصناعات تقيلة أو صناعات أساسية، وعرفنا إن الصناعات الأساسية والصناعات التقيلة دي بيتوقف عليها التقدم التكنولوجي ومستوى النشاط الاقتصادي، بيتم من خلالها إنتاج منتجات أنا كمستهلك نهائي ما استخدمهاش، اللي بيستخدمها مصنع آخر أو مصانع أخرى تقوم باستخدامها من أجل إنتاج منتجات للمستهلك النهائي، وأخدنا أمثلة عليها. النوع التاني من الصناعات هو الصناعات الخفيفة أو الصناعات الاستهلاكية. من اسمها كده الصناعات الاستهلاكية نعرف إن هي هتنتج منتج سيقوم المستهلك النهائي باستخدامه، زي المصانع التي تقوم بإنتاج مواد الاستهلاك زي الأقمشة، زي الأغذية، زي الصابون، زي الأغذية لتلبية الاحتياجات الشخصية لأفراد المجتمع. يبقى احنا كده قسمنا الصناعات التحويلية وفقا للتقسيم الرأسي إلى صناعات ثقيلة أو أساسية، وفقا للتقسيم الأفقي يتم تقسيم الصناعات التحويلية حسب التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج. يعني إيه حسب التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج؟ يعني التكنولوجيا المتشابهة يتم تجميع الصناعات التي تستخدمها في تصنيف واحد. يعني ايه يتم تجميع الصناعات التي تستخدمها في تصنيف واحد؟ زي ما هنشوف صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. لو جينا نشوف هنلاقي صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تقريبا بتستخدم نفس التكنولوجيا او نفس الآلات، زي صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود. صناعة الغزل والنسيج والملابس تقريبا بيستخدموا نفس التكنولوجيا او نفس الآلات. صناعة الورق والطباعة والنشر زي ما شفنا نفس التكنولوجيا. صناعة الكيماويات والبترول والفحم والمطاط والبلاستيك نفس التكنولوجيا. صناعة منتجات الخامات غير المعدنية زي الخزف، زي الصيني، زي الزجاج. لو شفنا الصناعات دي هنلاقيها بتحتاج إلى أفران، بتحتاج إلى آلات لتشكيلها سواء كان خزف أو صيني أو زجاج، يعني بتعتمد على تكنولوجيا متشابهة. الصناعات المعدنية الأساسية زي صناعة الحديد وصناعة الصلب. صناعة المعادن غير الحديدية الأساسية زي الألومنيوم، زي النحاس، غيرها من المعادن. صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات. في فرق كبير جدا ما بين الصناعات المعدنية الأساسية، أنا هنا بصنع الحديد أو الصلب، إنما أنا هنا بصنع منتجات من الحديد أو الصلب، هنا بصنع حديد، هنا ممكن أصنع مسامير من الحديد، ممكن أصنع آلات أو معدات من الحديد والصلب أو من المعادن الأخرى زي الألومنيوم والنحاس. صناعات تحويلية أخرى زي صناعة المجوهرات واللي زيها، وصناعة الآلات الموسيقية.
إلى آخره. يبقى قبل ما نروح للنقطة السادسة، النقطة السادسة هنأجلها للمحاضرة الجاية إن شاء الله، وهي مهام إدارة الإنتاج والعمليات. وفي نهاية المحاضرة عايز نلخص مع بعض اللي أخدناه في المحاضرة النهاردة. طيب إحنا أخدنا إيه النهاردة؟ إحنا ما زلنا بنتكلم في الموضوع الأول، مفاهيم إدارة الإنتاج والعمليات. أول حاجة اتكلمنا فيها كانت المحاضرة اللي فاتت نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات. طب الحاجة التانية كانت مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات. طب بعد كده اتكلمنا عن مفهوم نظام الإنتاج. اتكلمنا الأول عن النظام بشكل عام، أخدنا مكونات النظام وعرفنا نظام يعني إيه، وده طبعا المحاضرة التالتة وهي محاضرتنا النهاردة. اتكلمنا عن النظام بشكل عام، وبعد كده اتكلمنا عن نظام الإنتاج، ودي كانت نقطة رقم 3. دي السلايدز اللي معانا. زي ما قلت لكم ثالثا اتكلمنا عن مفهوم النظام الإنتاجي. بعد كده في النقطة الرابعة اتكلمنا عن تقسيم النظم الإنتاجية. يبقى النقطة الرابعة اتكلمنا عن تقسيم النظم الإنتاجية، قسمناها وفقا لأساس التنميط إلى نظم إنتاج نمطي، عرفنا يعني إيه إنتاج نمطي، نظم إنتاج متنوع، وعرفنا يعني إيه إنتاج متنوع. دي كانت النقطة الرابعة. في النقطة الخامسة والأخيرة اللي اتكلمنا عنها النهاردة اتكلمنا عن تقسيم الصناعات. قلنا إن الصناعات وفقا النشاط الاقتصادي بتنقسم إلى صناعات استخراجية اتكلمنا عنها، صناعات تحويلية اتكلمنا عنها، بعد كده قلنا الصناعات التحويلية تنقسم إلى نوعين. النوع الأول أو يتم تقسيمها من خلال أساسين. الأساس الأول هو التقسيم الرأسي، والأساس الثاني هو التقسيم الأفقي. قسمناه وفقا للتقسيم الرأسي إلى صناعات ثقيلة أو صناعات أساسية. قلنا إن الصناعات دي بتنتج منتجات تقوم المصانع باستخدامها ولا يقوم المستهلك النهائي باستخدامها، زي كتل الصلب. مصانع تانية بتستخدم كتل الصلب لإنتاج أو لإعادة تشكيلها أو تقطيعها لإنتاج مسامير صواميل أو أي أدوات يقوم المستهلك النهائي باستخدامها. وصناعات تانية سميناها صناعات خفيفة أو صناعات استهلاكية. من اسمها صناعات استهلاكية يعني تقوم بإنتاج منتج يقوم المستهلك النهائي باستهلاكه، قلنا زي صناعة الأغذية، زي صناعة الأحذية، زي صناعة الملابس وغيرها. بعد كده قمنا بالتقسيم الأفقي للصناعات، بيتم التقسيم ده حسب التكنولوجيا المستخدمة. قسمناها إلى صناعة معادن أساسية، حديد وصلب وألمونيوم، وقسمناها بعد كده إلى صناعة غزل ونسيج، صناعات أخرى إلى آخره. أهم حاجة إنه في التقسيم كنا بنقسمها حسب التكنولوجيا المستخدمة. يبقى إحنا خلال المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي درسنا في الموضوع الأول أول نقطة نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات، النقطة التانية مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات، النقطة التالتة مفهوم نظام الإنتاج زي ما احنا شايفين، النقطة الرابعة هي تقسيم النظم الإنتاجية، بعد كده أخدنا النقطة الخامسة هي تقسيم الصناعات زي ما شوفنا، صناعات استخراجية تحولية. الصناعات التحولية وفقا للتقسيم الرأسي بيتم تقسيمها لصناعات تقيلة أو صناعات أساسية وصناعات خفيفة. بعد كده التقسيم الأفقي للصناعة، ودي كانت آخر حاجة قلناها النهاردة. أتمنى إن المحاضرة تكون خفيفة، تكون اتفهمت، نكون في نهاية المحاضرة بالتلخيص اللي عملناه قدرنا نلم
او نخلي حضرتك تقدر تكون مسيطر على اللي اخدناه المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت، تحس انك مسيطر عليه، تحس انك تقدر تراجعه بسهولة، تذاكره بسهولة، كمان تكون فاهمه عمليا ونظريا. وان شاء الله نشوفكم في المحاضرة الجاية بإذن الله. شكرا.